المصالح نفس المجموعات التي أنت تتكلم عنها، نفس الدول، أمريكا، أنت الآن تتكلم عن أمريكا، 88 تم قصف المنطقة بالأسلحة الكيميائية وعمليات الأنفال اللي دمرت آلاف القرى، لأن الأمريكان كانوا يدعمون نظام صدام حسين خلال الحرب، سكتوا، لم نسمع أي صوت منهم حتى من العرب. لكنه عندما تغيرت المصالح يتدخلون. نحن طبعا نرحب بهذا التدخل لأنه لا نجد حلا عند تكوينات اللي هم نحن وياهم نعتبر نفسنا أشقاء لهم، أصحاب بلد واحد. أين كانت الحلول؟ بحثنا عن حلول أنت يعني مع نظام صدام حسين من 68 إلى أن يوم الانهار، ما فد يوم من الأيام رفضنا التفاوض فيها. أنا مثلا عندما صار احتلال الكويت في نهاية 90 اجتمعنا الجبهة الكردستانية في دمشق بيت مام جلال، فالحرب كل الناس تتوقع الحرب خلال أشهر، والتحشيدات قرارات أمم متحدة، الأمريكا، العرب انقسموا، صار نحن غالبيتنا قلنا هذه فرصة لنطالب بانسحاب العراقي، ونحن نعلن استعدادنا أن نجد حل للقضية الكردية، وبنفس الوقت نطلب من الحكومة العراقية انسحاب. ورحنا وفد إلى تونس وأنا كنا ضمن الوفد، لأنه كان عندنا يعني مع الله يرحمه ياسر عرفات تفاهم وتواصل وياه وكلام، وكان هو من المؤيدين لإيجاد حل من 79 أنا شخصيا أعرفه. نعم. رحنا إلى كان الوفد برئاسة الدكتور محمود عثمان، بعدها رحنا هناك ما كان عرفات موجود، كان حكم بلعاوي موجود هناك وحد مسؤولين كبار. فلما سمع موقفنا ها وقال والله إذا النظام في العراق ما يستجيب ما يقدر، ما طبعا احنا كان محورين، أول محور أن نقول أنه احتلال الكويت خطأ ونسحبه حتى ما يصير العراق دمار به، وأنه احنا مستعدين أن نجد حل القضية الكردية بالتعاون وفتح المفاوضات. طار الرجل من تونس وراء يومين إلى بغداد، بعدها لم نسمع له الصوت. أنا اتصلت معه بطريقة أخرى، جاوب قال والله أنا ما كان عندي خجلا لما اتصل، لأنه راح بغداد بدل ما يرحبوا ويفرحوا قالوا والله هذا موقف جيد، خليه يعلنون ويجون للصف الوطني وبعد ما تنتهي الحرب نحن نجد. يعني لا، أولا ما جاوبوا السؤال الأول أنه ينسحبون، ثانيا ما استجابوا. كل مفاوضات اللي حاولنا رغم تحفظنا على أنه نظام دكتاتوري، لكن كنا نأمل مثل سنة 70 لما صار 11 آذار، كانت خطوة اتفاقية 11 آذار خطوة لبناء عراق ديمقراطي وأن يكون بها حرية وهذه من القبيل، فشلنا.